فيديو جديد النهاردة ونبدأ زي ما تعودنا بحاجة كده inspirational فيها إلهام. Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. يعني الكلام ده أحيانا عمرك ما بتعرف قيمة اللحظة لغاية ما اللحظة دي تصبح ذكرى. يعني ما تضيعش الوقت على الفاضي وتيجي في الآخر وتندم. وفيها كمان قاعدة until اللي بتيجي مع الفيوتشر اهو until وقبليها will never know وبعديها present simple يبقى برضو راجعنا حاجة. طيب الفيديو ده اصلا اهو الفيديو ده علشان تكتب صح وتترجم صح. حاجات كتير يا جماعة الناس سألت فيها بخصوص امتى استخدم وان وامتى استخدم ذا وامتى ما استخدمهاش والcountable والuncountable noun بيفيدنا جدا في الكتابة. نشوف. طيب أول حاجة لحكاية الcountable والuncountable nouns يا جماعة عشان أسهل عملية إن أنا أعرفهم ببص في نوع الكلمة. أنا عندي حاجات كتير قوي فئات كده يندرج تحتها الكلمات الuncountable زي ما أنت شايف كده زي liquids السوائل gases solid substances المواد الصلبة powder grain وحاجات كتير هنشوفها مع بعض. حاجة زي الليكويدز مثلا أنا عارف أن كلمة water تي كافي ميلك هاني ليمونيد فروت جوس فينيجر الكهول بتروليوم اويل بترول بلاد انك انك اللي هو الحبر عارف أن ده سائل خلاص يبقى أنا عارف أن دي كلمة uncountable وبالتالي الفعل معاها مفرد وما تاخدش لا آ ولا أن ولا ذا. هنشوف إمتى تاخد ذا بعد شوية. حاجة زي الجاسز الغازات air oxygen hydrogen nitrogen carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون carbon monoxide أول أكسيد الكربون natural gas smoke steam وفي طبعا غازات كتير تاني. طالما واضح من الجملة أن ده غاز فبعرف أنه uncountable. المواد الصلبة بقى solid زي bread, butter, cheese, meat, fruit, ice دي كلها كلمات معروفة المفروض gold, silver, iron الحديد, steel الصلب, coal الفحم, glass الإزاز بصفة عامة wood, paper, rubber, plastic, wool, cotton, silk, soap, toothpaste معجون الأسنان, مادة الطين. عارف إن دي كمواد صلبة برضو uncountable. حاجة زي الباودر حبيبات باودر مسحوق والجرين الحبيبات بقى زي الشجر والسولت بيبر الفلفل جرين الغلال حبوب زي القمح والذرة كورن زيها كويت القمح رايس ميز الشعير فلاور الدقيق ستوتش النشا سيمنت داست. عارف ان دي كلها كلمات انكاونتبل. طيب في فئة تاني اللي هي الكونكريت ماس ناونز بقى وهي الاسماء المحسوسه. يعني محسوسه يعني ملموسه يعني اقدر المسها وزي فود فيرنيتشر الاساس اكويبمنت اهو خلي بالي من اكويبمنت دي بالذات ماشينري دي غير ماشين ترانسبورتيشن اللي هي وسائل النقل ترافيك باجج وزيها اللي بعديها لاجج ميل البريد ماني كلوذينج الملابس ده غير كلوز اللي هي اخرها اي اس ديكها اصلا جمع وملهاش مفرد كلوذينج اللي بالاي ان جي دي دايما انكاونتبل جولري جوهرات هير جراس جاربيج وزيها تراش. طيب الابستراكت ناونز اللي هي الكلمات المجرده ودي بتشمل حاجات كتير قوي دي بعض الكلمات واللي ممكن كمان لو في ناس مش عارفاها هتفيدها بيوتي الجمال ايفيدنس دليل. خلي بالي مشكلة الكلمات دي يا جماعة ان في كلمات منها في العربي ممكن تعد لكن في الانجليش لا تعد. ايفيدنس مثلا في العربي دليل واقدر اجمعها على ادلة ودلائل لكن في الانجليش انكاونتبل. هوملسنس التشرد ليبرتي الحرية لويالتي ميزري موتيفيشن التحفيز poverty privacy الخصوصية slavery العبودية wisdom advice assistance المساعدة freedom
friendship, help, honesty, humor, imagination, information, justice, knowledge, luck, news. أو news في العربي خبر وأخبار. ملناش دعوة هنا بالعربي. Peace, permission, is progress, التقدم. Reality, الواقع. Research, time, truth, work. طيب الكلمات الخاصة بالأحاسيس والمشاعر والعواطف: admiration, إعجاب, anger, الغضب, anxiety, القلق, calmness, الهدوء, confidence, الثقة, courage, الشجاعة, curiosity, despair, determination, enthusiasm, envy, forgiveness, مسامحة, غفران, happiness, hatred, الكراهية, يا ساتر, jealousy, الغيرة, kindness, love, patience, الصبر, pride, الفخر, الكبرياء, sadness, sincerity, سر الحزن, sympathy, tolerance, trust, uncertainty. طيب ده لسه في تاني كمان اهو, حالات عامة بقى: health, الصحة, sleep, النوم, silence, الصمت, laughter, الضحك, stress, التوتر, sanity, العقل, وانسانity, الجنون, motherhood, childhood, الطفولة, youth, old age, الشيخوخة, أو aging زيها. activities بقى الأنشطة: reading, writing, studying, walking, running, driving, traveling, typing, gardening, shopping, dancing, singing, cooking, eating, drinking, smoking, كتير. طيب مجالات الدراسة والمواد بتاعت المدرسة وكده طبعا uncountable, أو حتى لو منتهية بإس هو mathematics, physics, chemistry, geography, biology, الأحياء, medicine, agriculture, الزراعة, engineering, electronics, الإلكترونيات, science, art, history, economics, literature, journalism, الصحافة, music, education, philosophy, law, politics, accounting, advertising, grammar. أسماء اللغات يا جماعة: English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Arabic, Chinese, Japanese, Korean. ده لسه في تاني: الرياضات, basketball, football, baseball, volleyball, soccer اللي هي كرة القدم الأمريكية, tennis, gymnastics, ألعاب القوة, athletics, swimming, rugby, ده لعبة, golf, weightlifting, رفع الأثقال, hunting, الصيد, fishing, chess, billiards, الظواهر الطبيعية, natural phenomena. وكلمة phenomena هنا جمع, ايه المفرد؟ phenomenon, اخرها او ان مش ان ايه. energy, light, الضوء, electricity, gravity, الجاذبية, sunshine, darkness, الظلام, fire هنا بمعنى النار مش بمعنى حريقة, لكن اقدر اقول there are two fires يبقى هنا حرايق اقدر اجمعها في الحالة دي, weather, thunder, lightning, البرق والرعد والبرق, snow, frost, الصقيع, dew, humidity, heat, rain, كل دي ظواهر طبيعية. اسماء الامراض زي نيومينيا, التهاب رئوي, diabetes, السكر, cancer, measles. colors, الالوان, red, white, green, الى اخره. طيب ايه تاني بقى؟ ذا دي ممكن استخدمها قبل الاسماء اللي تعد. امتى؟ في حالة التحديد. يعني التحديد اهو: I'm studying the history of France. يبقى انا بتكلم على تاريخ فرنسا بالذات, مش بتستخدم اتكلم على التاريخ كمادة دراسية. The milk in this glass, اللبن اللي فين؟ اللي في الكوب ده. الساور, طعمه لازع, يبقى انا ما اتكلمتش عن الملك عموما كسائل. The tea that she served, الشاي اللي قدمته, smelled of mint, له رائحة النعناع, يبقى انا ما بتكلمش على الشاي عموما كسائل. Take out the garbage please,
اه مش بتكلم على القمامة بصفة عامة، ده انا بقول له خد الزبالة دي طلعها بره، يبقى انا اقصد القمامة بتاعت اللي موجودة في البيت مثلا. Thank you for the kindness، العطف that you have shown to my mother. اه هنا محددة بجملة عبارة الوصل that you have shown، يبقى انا اتكلمت على kindness معين. ده ممكن استخدمها او ما استخدمهاش قبل اسماء الفصول يا جماعه، يعني ممكن اقول in winter وممكن اقول in the winter. تمام. طيب مع الكلمات اللي تعد ممكن استخدم معاها حاجات كتير قوي، اللي تعد احنا غيرنا اهو. ممكن استخدم آه وآن، وآه وآن ده على حسب بداية الكلمة زي ما احنا عارفين، ده بحسب النطق بتاع البداية. أو أن وذا وون عشان أقدر أعدها بقى، ما هتعد أقدر أقول 1 2 3 any some many the how many 2 3 أهو this the several عديد multiple متعدد few a lot of lots of plenty of every each فاكرين every each all enough more another both most no كل دي كلمات اقدر استخدمها قبل ال countable nouns. او she bought a lot of books. we made multiple copies نسخ متعدده of the report. طيب مع الكلمات اللي لا تعد بقى، لا في حاجات من اللي فاتوا دول ما تنفعش وفي حاجات تنفع، يعني مشتركه بالاثنين. فاقدر استخدم ذا في حاله التحديد زي ما قلنا، any some much how much بسأل بيها عن الكلمات اللي لا تعد، this with that شان القريب وبعيد، a lot of lots of much little a great deal of plenty of a good deal of a good deal of زي a lot of بس مع الكلمات ال uncountable بس. enough more no شوف المثال، I don't earn much money she spends a good deal of her time يعني a lot of her time in Cairo. طيب في كلمات ساعات تبقى countable وساعات تبقى uncountable بس بيختلف المعنى، ودي أمثلة مش كلها طبعا. paper glass coffee time cold light orange iron chicken. طب بص بقى ازاي بتختلف في المعنى، ادي جملتين على كم واحدة منهم عشان نوضح الفرق بينهم. I'd like some writing paper، انا بتكلم على paper بمعنى الورق اللي بكتب عليه، يبقى دي كلمة لا تعد. طب I'm going to buy a paper to read it عشان أقراها، هنا بمعنى a newspaper فبقت countable وأقدر أحط قبلها الـ a. The window is made of unbreakable glass، إزاز لا ينكسر غير قابل للكسر. فجلاس هنا بمعنى الإزاز دي لا يعد، لكن لما أقول a glass أهو would you like a glass of water، يبقى أقصد هنا بها كوب، فأقدر أجمعها وأقول two glasses three glasses. have you got any coffee؟ اه يبقى انا نقصد به البن او السائل. طب could I have two coffees؟ اه لما اجمعها تدي معنى مختلف، هنا معناها could I have two cups of coffee. don't hurry there is plenty of time. اه ما تسرع الله مستعجل ليه، ما قدامنا وقت، هنا بمعنى الوقت ما تتجمعش. طب he went to London three times، هنا جت بمعنى مرة فتتجمع عادي. don't go out in the cold، ما تطلعش في البرد، أنا بتكلم على البرد بصفة عامة الجو، without a coat. طب I've got a bad cold، هنا نزلة البرد ودي تختلف عن الباقي اللي هو الأمراض اللي ما بتاخدش أداء، لكن هنا مع cold بستخدم آه عادي ما فيش مشكلة. طيب نيجي لحتة مهمة عشان لما نكتب، عشان لما نستخدمها في الديالوج في الترانسليشن، العبارات يا جماعة اللي بتدل على الكمية، مبالغ مالية، مبلغ هعمل بيه حاجة هشتري بيه حاجة، الزمن والتمن والمسافة والوزن ودرجة الحرارة، كله ده بعمله معاملة المفرد. ازاي؟ يعني اقول مثلا 10 مليون pounds is a lot of money، انا مش بتكلم عنهم pound pound كل واحد كده، لا على بعضيها كمبلغ. طب 50 liters of petrol 50 لتر بنزين، بترول بمعنى بنزين اللي حطه في العربية مش البترول، لكن لما يقول لي البترول في الترجمة استخدم يا إما كلمة بتروليوم
يا إما كلمة oil. Fills my car. آه شوف الفعل مفرد مع أنها 50 liters. طيب اللي بعديها 5 kilometers هنا بتكلم عنها كمسافة. أهو a long way to walk. مسافة طويلة همشيها إزاي. 2 hours. آه هنا بتكلم على 2 hours كوقت هعمل فيه حاجة. A long time to wait. يا نقعد منتظرين ساعتين. لا ده وقت كتير. طب 50 degrees درجة الحرارة 50 يا نهار اسود. Is a very high temperature. لكن خلي بالي بقى. نفترض ان انا رامي مثلا 3 جنيهات معدن حديد على الارض كل جنيه في حتة وبقول له في وعلى المكتب في الجملة اهي. لا انا ما بتكلمش عنها كمبلغ هعمل بيه حاجة. او 3 1 pound coins. 3 عملات من فئة الجنيه. Are on the desk. طب لنفترض انها فلوس ورق notes. وهو بيقول لي في 5 ورقات 7 ورقات من فئة الخمسة جنيه. 7 5 pound notes were scattered متناثرة مبعثرة on the floor على الأرض. يبقى هنا ما تكلمتش عنها كمبلغ أعمل بيه حاجة. أحيانا تلاقي النون يا جماعة منتهي بإس بس هو مفرد. زي إيه مثلا؟ athletics الألعاب الرياضية. politics السياسة. gymnastics ألعاب القوة. mathematics الرياضة. math برضو زيها. news الأخبار. economics الاقتصاد علم الاقتصاد. statistics علم الأحصاء. physics genetics علم الوراثة. electronics الإلكترونيات علم الإلكترونيات. فلو مثال زي كده politics was my best subject at university. athletics is my favorite sport. فبتاخد فعل مفرد وبتعامل كأنها كلمة لا تعد. لاحظ حاجة بقى. أنا بقدر أستخدم plenty of, a lot of, lots of عادة يا جماعة. فيش حاجة اسمها دائما عشان لما تشوفها في جملة مثلا منفية ولا في سؤال ما تقوليش إحنا قلناها بس في الإثبات. تنفع. بس إحنا بنتكلم دلوقتي لو خيرني في الامتحان ما بين a lot of وكلمة تاني لا a lot of يستخدم في الإثبات مع الكلمات اللي تعد والكلمات التي لا تعد مع الاثنين دول. لكن a great deal of زي ما أنا لسه قايل من شوية دي مع الكلمات الـ uncountable بس. he bought a lot of sugar. he needs plenty of books. ما فيش قبل plenty خلي بالك. there is a great deal of money in the safe في الخزانة. طيب much عادة في السؤال والنفي مع الكلمات اللي تعد. She doesn't need much money. Did you buy much sugar? Many في السؤال والنفي مع الكلمة عادة زي ما قلنا. في السؤال والنفي مع الكلمات اللي تعد. He didn't see many places in London. Did you invite many people to your birthday, to your party, sorry, last week? طيب much و many في الإثبات لو جاء قبليهم كلمة يا جماعة زي so or very or too يبقى لازم استخدم much حتى لو إثبات. مش يبقى ألغي بقى حكاية a lot of والكلام ده. there is so ما ينفعش أقول so a lot of. يبقى there is so much sugar. too much money. تمام؟ طيب some حكاية a little or a few بقى. انا عندي ليتل و ليتل وفيو و افيو. اي نعم احنا قلناها قبل كده في فيديو لكن احنا بنتكلم عن الموضوع ده بصفه عامه النهارده يبقى مفيش مشكله احنا نقولها تاني. لما اقول ليتل طبعا للكميه و افيو للعدد هما الاثنين بيدوا معنى صم لان صم تنفع كاونتبل وان كاونتبل بمعنى ان الحاجه دي اناف زي ما قلنا قبل كده. اي هاف ليتل ماني يعني اي هاف سم ماني. He has a few books. يعني he has some books. He has a little furniture. They work a few hours a week. لكن لما شيل الآبة قبل little وfew يبقى هنا ادت معنى النفي وتدي معنى دول. تدي معنى ايه؟ few ولittle تساوي hardly any. تقريبا مفيش. تقبل كاد. almost no أو almost not. أو She has few friends. يعني she has hardly any friends. She had little money.
هي هي she had almost no money. طب الكلام ده يا جماعه مهم لو انا بعمل question tag في dialog ولا جايين في تشوز. يعني لما اقول they got little information كده الجمله منفيه وبالتالي الكويستشن تاج هيبقى مثبت. did they. طب he writes few letters منفيه وبالتالي الكويستشن تاج هيبقى does he. الكلمات اللي تعد بقى ازاي اخليها تعد ازاي اجزئها استخدم حاجه اسمها اداه تجزئه. في اداه تجزئه عامه اللي هي كلنا عارفينها زي اللي هي a piece of ودي بتيجي مع عدد كبير من الكلمات uncountable. اهو مثال امثله عندك قدامك كتير a piece of cake information baggage advice furniture work equipment news jewelry luggage music machinery paper land. لكن في ادوات تجزئه بقى محدده اكتر تلاقي الواحده مثلا تيجي مع كلمتين ثلاثه او ما تجيش غير مع كلمه واحده بس. والجدول عندك اهو اقرا كويس a slice of شريحه cake bread cheese meat a cup of coffee a bottle of milk a drop of blood نقطه دم water a lock of hair خصله شعر a flash of lightning لمحه برق a pinch of salt شويه ملح a packet of tea a tube of toothpaste معجون اسنان انبوب a glass of lemonade a bar of chocolate a game of chess شطرنج a block of ice مكعب تلج a stroke of luck ضربة حظ a cloud of smoke سحابة من الدخان a kilo of rice sugar flour حاجات كتير بتتعمل بالكيلو a loaf of bread رغيف a bar of soap صابون a fit of anger نوبة غضب a lump of sugar مكعب سكر a glass of juice A coat of paint طبقة طلاء A cup of tea A plot of land قطعة أرض A jar of jam A sheet of paper ورخ ورق A work of art عمل فني A speck of dust ذرة غبار أو تراب A ray of light شعاع من الضوء A grain of rice حبة أرز sand رمل A flash of thunder رعد. طيب الحاجات اللي مكونه من جزئين بقى حاجه واحده مكونه من جزئين زي النضاره والبنطلون والجزمه والشراب والمقص والكلمات اللي مكتوبه قدامك بستخدم معها كلمه معينه اللي هي بير. بس لو ما استخدمتش معاها بير بقى هي نفسها كده لوحدها جمع يعني his trousers are dirty لكن a pair of socks doesn't مش don't لان هنا الفيرب جاي على appear of. الكلمات اللي جايه دي لها نفس صيغه المفرد والجمع يعني cross roads تدي معنى تقاطع طريق وتقاطع طرق تقاطعات means وسيله ووسائل مش تيجي تعملها مفرد تروح شايل الاس هي الاس اصلا جزء اساسي من الكلمه ما يتشالش. series سلسله species نوع فصيله. طيب اعرف منين بقى ان قاصد مفرد ولا قاصد جمع؟ سهله لو قاصد المفرد احط قبلها ا means of transport وسيله مواصلات واحده شلت ال ا means of transport ار بقت كده جمع. طيب الاسماء اللي جايه دي الناونز دي كلها دايما جمع والفعل جمع كلوث ملابس جود سلع تروبس قوات شرطه او جيش ارمز اسلحه ريمينز بقايا police people people جمع يا جماعه مفردها person قاتل الماشيه the police are looking for two terrorists ارهابيين. كلمه هير الشعر اللي فوق راسنا ده uncountable انت مش هتقعد تعدهم شعرايه شعرايه الا اذا كان واحد بقى بيقعر خلاص فاضلين 3 4. طيب طالما اقصد الشعر بصفه عامه اهو his hair is black لكن شعرايه جت في بقك بقى القرف ده من في الاكل مثلا ولا حاجه I have got a hair in my mouth. كلمه the public بمعنى عامه الناس الفعل معاها يا مفرد يا جمع الاثنين صح the public has او have the right to know everything. كلمه school بقى school احيانا بتاعنا الدراسه يا جماعه
وإذا قصدت بها الدراسة ولا فترة التعلم يبقى دي كلمة لا تعد، فما حطش قبلها لا آ ولا ذا. لكن قصدت المدرسة كما كان خلاص أقدر عدها. After finishing school، بعد ما يخلص المدرسة، يقصد بعد ما يخلص الدراسة. She traveled abroad. طيب they are building a new school. آه ده بيبدو مدرسة جديدة، بيقصد المبنى in the village. نيجي بقى لحكاية آ وآن وذا بقى اللي محيرة الناس. نخلي بالنا من الكلمتين اللي جايين. آ وآن الكلام بقى بتاع ابتدائي قبل الاسم المفرد اللي أقدر أجمعه. We have a house. فآ هنا بمعنى one. ممكن أقول two بقى و three. لما أتكلم عن وظيفة شخص، he is an engineer، a doctor، a teacher إلى آخره، مع بعض التعبيرات الدالة على عدد. يقول لك a couple، a couple يقصد بها اتنين، أو عدد قليل من a dozen، دستة، a hundred، a thousand. في التعبيرات الدالة على الثمن والسرعة، two pounds a kilo، اتنين جنيه للكيلو الواحد، 60 كيلومترز an hour في الساعة الواحدة. طيب في الجمل اللي بتدل على التعجب لو الاسم اللي بعدها مفرد يعد، أو what a clever boy، what an interesting story. ان بقى قبل الاسم المفرد اللي بيبدا بحرف متحرك، وهو في الحقيقه مش حرف، هو صوت يا جماعه اسمه vowel، او ان ابل، يعني انا باخد عن نطق ان اي ان امبريلا. خدت بالك من اليو اللي في امبريلا اتنطقت زي الاب بالظبط، عشان كده خدت الان ان اورنج. طب اذا كان حرف اليو بيتنطق زي الا قلنا زي باخد ان اهو، ان السر قرحه، ان انكل. طب تعال شوف الكلمات اللي بدا باليو دي نطقها اختلف ازاي اليو. ا يونيفرستي مش زي الا دي، عشان كده خدت ا مش ان. ا يونت، ا يونيفورم، ا يوروبيان كونتري، ا يوسفول بوك. اهو شوف لا دي لا الا، لا تستخدم ا او ان قبل اسماء الوجبات الا اذا سبقها صفه، وفي الحالة دي هتيجي الأداء قبل الصفة. يعني I usually have lunch، ما فيش حاجة اسمها a lunch. طيب لكن he gave us a good breakfast عشان الصفة good. ذا بستخدمها بقى في الحالات اللي جاية دي يا جماعة، إذا كان الشيء ده هو الوحيد من نوعه، أو كنا بنقصد الشيء كحاجة عامة. The sun، the moon، the world، the earth، the country. خلي بالنا من الكلام ده عشان الترجمة. The countryside، الريف، the town، المدينة بصفة عامة، كمقابل للريف. The sea، البحر عموما. يقول لك البحر ايه الماء واليابسة بقى وكده والكلام ده. The sky، the ground، الارض بصفة عامة. The pyramids، the Cairo tower، the high dam، the state، the environment، البيئة. Cairo is the capital of Egypt، هنا حددتها. برضو ذا قبل التفضيل يا جماعة عارفينها دي، واخدينها 60 مرة. the best، the most، the least، the smallest، the biggest، مع تعبيرات معينة. أو يقول لك at the top of his voice، يعني بأعلى صوته. at the end of، في نهاية شيء، قصة، فيلم، كتاب. لكن in the end دي معناها at last، ويجي بعديها جملة. قبل كلمات معينة إذا جت مع افعال معينه، زي ايه مثلا؟ حاجات بتيجي مع فيرب جو ويوز وليسن. اهو يقول لك جو تو، ما اقولش سينما، اقول ذا سينما. جو تو ذا ثيتر. طب ليسن تو ذا راديو، لكن ليسن تو ميوزك على طول، عشان ميوزك دي كلمه لا تعد. يوز ذا انترنت. جو تو ذا بانك، جو تو ذا بوست اوفيس، جو تو ذا شوبس، لكن واتش تي في. قبل اسماء الادوات الموسيقيه لو جت مع افعال زي play و practice، يعزف play هنا، play the piano، the violin، the guitar، the lute. لما تيجي ذا قبل صفات معينه والكلام ده عارفينه، زي لما اقول ذا poor، يبقى انا قصدت بيهم الفقراء. هنا poor ما بقتش صفه، بقت noun، والاسم اللي هيبقى معاها هيبقى جمع. the young، the rich، the dead، the unemployed، the deaf، the old، the injured، the sick.
وخلي بالي بقى من حكاية فعل جمع معها the young are in need of help. طيب برضو ذا مع أسماء بعض البلاد سلاسل جبال أنهار صحاري محيطات بحرق الجن قنوات مائية the UAE اللي هي the United Arab Emirates the UK the United Kingdom the USA the United States of America the Nile the Himalayas the Atlantic the Red Sea the Mediterranean the Alps the Middle East the Far East the South of Asia the Sahara. طيب ده يا جماعة قبل لنون يكون اتذكر قبل كده في نفس الجملة أو so فيلم بيتذكر لأول مرة استخدمت الآ. طيب جيت برضو بذكره تاني في الجملة اللي بعدها أقول ذا فيلم بقى كده عرفه. العبارات الدالة على المقارنة وده شرحناه لما كنا بنتكلم على الأجكتيف الأسلوب بتاع كلما ارجع له في الجرامر بتاع الأجكتيف. The more you practice كلما تدربت أكثر the better you get the warmer the weather the better I feel the more you have the more you want. طيب لما تشير لنوع أو فصيلة من الحيوانات the giraffe is found in Africa إنهي زرافة فيهم بالضبط؟ لا أنا أقصد الجيرافس كلها. The lion is very strong إنهي أسد اللي قوي فيهم؟ لا أنا أقصد all lions. لما شير الاكتشاف أو اختراع when was that telephone invented the bicycle العجلة إنهي عجلة؟ العجلة اللي عندي ولا اللي عندك؟ لا أتكلم على العجلة عموما is an excellent means of transport رياضة بقى. مع الكلمات الدالة على الجنسية the French الفرنسيون the English الإنجليز the Swiss السويسريون. لما تشير لحاجة بوجه خاص بقى يعني أنا مثلا هنا بقول I like your garden عجبان الجنينة اللي عندك بعد كده قلت the flowers احنا عارفين ان الجامعة ما حطش قبل ذا طب ليه هنا قلت the flowers لأن أقصد the flowers in your garden مش الفلاورز عموما. Do you like the coffee عجبك القهوة إنهي قهوة لا مش بصفة عامة we had last night اللي طفحناها امبارح. Can you pass the salt ممكن تلفين الملح طب يقصد إنهي ملح أكيد الملح اللي قدامه على الترابيزة the salt on the table. أسماء بعض الأماكن يا جماعة اللي بيجي معها of هو يقول the museum of modern art the bank of England the great wall of China the tower of London. أسماء الصحف the guardian صحيفة the guardian the times صحيفة the times. أخلي بالي بقى عادة في الحالات التي يبقى استخدم ذا مع الكلمات دي يا جماعة الترجمة بقى the government نصكو لا نصكو ثلاث ارباعكو يجي يكتب government في الترجمة وفي الباراجراف ما بيحطش the government يا جماعة عشان أنا أقصد الحكومة بتاعت بلدي the state عشان أنا بتكلم على الدولة اللي هي بلدي the stone age in the morning in the afternoon in the evening in the environment the weather the world the standard of living مستوى المعيشة the national income الدخل القومي. طيب قبل الاسم اللي بعديه عبارة فيها ضمير وصل ودي قلناها لسه من شوية فهو the man إنهي man the man who lost his son يبقى أنا كده حددته. قبل العدد بيدل على فترة 10 سنوات اللي هي decade العقد يقول لك the 50s الخمسينيات the 90s التسعينيات. ما بستخدمش أداة يا جماعة في الحالات دي قبل أسماء الناس people food jobs plans في الحاجات الجامعة يعني. طيب women النساء usually live longer than men do بيعيشوا عمر أطول عمر بيد الله طبعا لكن هم بيقعدوا ينكدوا على الرجالة لغاية ما الرجالة يموتوا ويقعدهم تمام ف
beans الفول are good for you الفول احنا لولا الفول ما كناش استمرينا 7000 سنه. Money does not grow on trees. هنا بقى اتكلمت على money بصفه عامه يبقى ما بستخدمش اداه مع الاسماء التي لا تعد اللي هي لسه قايلينها من شويه لما كنا بنتكلم على كلمات الكاونتبل والانكاونتبل. يا جماعه دي كلمات مكرره: ديموكراسي الديمقراطيه، بيوتي لاف، هابينس السعاده، سادنس ميزري، تروث بوفرتي، لسه قايلينهم من شويه ارجع ليهم. لكن اذا كانت الكلمه المجرده دي بتعبر عن معنى محدد يعني فاستخدم معها ذا اهو. ديث كلمه الموت دي كلمه عامه لا تعد، لكن لما اتكلم عن وفاه شخص معين يبقى كده حددتها واستخدم ذا. The death of their father made them very sad. اسماء اللغات قلنا من شويه حطش قبلها حاجه انجلش فرنش عربيك، لكن لو جت معاها كلمه لانجويج يبقى لازم احط ذا. English is the world's widely used language. لكن اقول the English language لو جت كلمه language على طول بعد English. The French language يبقى لازم ذا. ما بستخدمش ذا يا جماعه مع كلمات university و church و mosque و prison السجن hospital school اذا كنت رايح للغرض اتعمله عشان المكان. يعني انت حرامي وهتروح السجن يبقى go to prison على طول. لكن انت اقول go to the prison عشان ازور واحد، عشان تزور الحرامي اللي دخل من شويه. He went to hospital معناه he was ill، لكن he went to the hospital يبقى to visit someone. مع الصفات من الاتجاهات الأصلية northern southern eastern western ما بستخدمش ذا. طيب امتى تاني ما بستخدمش ذا؟ قبل كلمة work وقبل الألقاب اللي جاي بعدها اسم الشخص. يعني مثلا he arrived at work على طول مش at the work. King William، King Rassendil، President مبارك. لا دي المفروض تتغير بقى. I do not go out at Christmas. لكن انا ما قلتش الاسم بتاع الشخص بعد اللقب ده. يبقى اقول the king وراح ساكت. The president. تمام؟ لا تستخدم ذا عادة قبل كلمة home. لما تيجي مع افعال زي go و come و arrive. Arrive home. Go home. Come home. وقبل الكلمات mount و mountain بمعنى جبل وليك بحيرة. He went home early. He climbed Mount Everest. مفيش ذا. Lake Victoria طالما الاسم موجود. طيب مش كل الكلمة يا جماعة فيها ألف ولام في العربي طول السنة نقول الكلام ده. ما تمشيش على النحو بتاع العرب، امشي على الجرامر بتاع الإنجليش. طيب لما يقول التلوث مشكلة خطيرة، pollution is a dangerous problem، هي فيها ألف ولام في العربي ماليش دعوة. music الموسيقى، يمكن أن تستخدم الموسيقى لعلاج بعض الأمراض، can be used. السلام هو حلم كل الأمم، peace is the dream of all nations. ما بستخدمش ذا قبل التعبات الدالة على الزمن، يعني أقول last week مش the last week، اسمها next month مش the next month. نيجي بقى الاكسرسايز. وقف وعندك 30 جملة اقراهم كويس، فكر اسمع الفيديو ده مرة واتنين وبعد كده حل، بعد كده شوف الإجابات. طيب الإجابات أنا مش هحطها هنا، إجابات هنزلها في ملف بي دي اف على الجروب بعد كام يوم كده، فكروني عشان الناس ما تستسهلش وتبص في الإجابة على طول. وشوف بقى آخر حتة بيقولك إيه، This is your face، وشك بقى إمتى؟ When you realize، لما تدرك there are more questions، في أسئلة تاني at the back of the paper،
خلصت الوش للصفحة بتقلب لقيت يا نهار اسود في أسئلة تاني والوقت مش كافي. بس احنا ان شاء الله هنبقى مذكرين والوقت هيكفي ويزيد ونراجع ونبقى زي الفل. Thank you guys. ذاكروا بقى.